السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، أسعد الله أوقاتكم بكل خير. بسم الله الرحمن الرحيم، الصلاة والسلام على سيدنا محمد. نقدم لكم برنامج عقاري بسيط وسهل ينفع لمكاتب العقار الصغيرة والبسيطة. دخول المستخدمين، ندخل اسم المستخدم، كلمة السر. البرنامج واجهة البرنامج يتكون من البائع والمشتري، اليومية، وسند الصرف، سند القبض، الصندوق، العقد والعروض العقارية، كشف العروض العقارية، المصروفات والمستخدمين، تعديل كلمة السر، أيضا تقرير المستخدمين، ورسالة ترحيبية للمستخدم الذي يدخل على البرنامج وخروج البائع. يتكون البائع من التالي، من السابق والتالي. جديد، إذا حبينا نضيف بائع جديد نضيف البائع هنا، رقم البائع، نضع رقم هويته مثلا، تاريخ مثلا، اسم البائع مثلا سمير، عنوان البائع مثلا أبها، رقم جوال أو رقم هاتف، والمدينة مثلا مكة. جديد، أضفناه هنا، أضفنا البائع تاني. إذا كانت القائمة طويلة والبائع كثير، من خاصية البحث نبحث باسم البائع مثلا فهد أو خالد، أو نبحث بالعنوان أو برقم الجوال مثلا. أيضا في خاصية الحذف إذا حبينا نحذف. أيضا لدينا المشتري، نفس النظام، جديد والسابق والتالي والحذف، بيانات المشترين والبحث. إذا حبينا نحذف أي بائع ندخل على نشر على البائع الذي نريد حذفه، نسوي حذف. هذا يخص المشتري، نفس بيانات البائع. اليومية يتبين عمليات اليوم اللي تمت على البرنامج، نوع الحركة، سنة قبض، سنة صرف، والتاريخ، نوع الحركة، عرض سكني، يساري، حالة العقد، في أيضا عقد راح نشرحه بعد شوية، الدفع المقدم، القيمة، اسم البائع، اسم المشتري، اسم المصروف، والعنوان، في معاينة، وأيضا طباعة. سند الصرف، إذا كان في مصروفات، غاز، بنزين، كهرباء، راتب عامل مثلا عندنا هنا مصروف كهرباء 2000 ريال، وهنا مصروف رقم 2 مثلا 1000 ريال كعامل عامل المكتب مثلا، وهنا مصروف مثلا المخطط رقم 2 مثلا. في تأكيد إذا حابين ما حد يلعب في نأكد أو نثبت العملية، نسوي تأكيد بحيث ان لا احد يستطيع ان يدخل على البيانات ويحذفها، لا يستطيع ان يدخل على البيانات ويحذفها. متى نثبت هذا الفين؟ خلاص ثبتنا البيانات. في جديد، في ايضا حذف، والمعاينة وطباعة. سند القبض نفس النظام، عبد الله محمد ثامن، اختار اي واحد، شراء منزل مثلا 3000. عندنا برضه ايضا عندنا ثامر مثلا، عندنا عبد الله، عندنا ثامر، وعندنا محمد. فاذا حبينا نسوي جديد سوف حذف، ايضا تأكيد اذا ما نبغى احد يتلاعب في البيانات نسوي تأكيد، تأكيد خلاص ما حد يتلاعب في البيانات، صعب تحذفها. ايضا معاينة وطباعة. الصندوق يبين العمليات خلال اليوم، ويبين الداخل والخارج، الرصيد، المدين والدائن، والرصيد، رصيد سابق طبعا بس سالب لأن كان المصروف أكبر من الدخل فصار سالب، المدين، الدائن، وهذا الرصيد. في معاينة أيضا وطباعة. في أيضا المدة تحدد، إذا حبينا نحدد الكشف الصندوق نحدد الفترة، سواء يوم، يومين، 3 أيام، شهر. كشف العروض أو العروض العقارية، أو ننتقل للعقد مثلا، الطرف الأول، الطرف الثاني. أيضا في تأكيد لتثبيت العملية عشان ما تنحذف، وفي معاينة وفي حذف. وهنا حالة العقد، ساري، مغلق، محول قانونيا، وهنا نوع الأرض نختاره،
وهنا بداية العقد نهاية العقد، ويعطيك السنة والشهر واليوم والقيمة، القيمة المقدمة والعربون المؤجل وعمر العقار والمساحة والموقع والشهود. العروض العقارية حابين نشوف مثلا هذا العرض، مثلا مجمع، عندي عرض في المكتب هنا مثلا مجمع تجاري عدد الوحدات موجود في جدة. نبي نعرف موقع هذا المجمع، ندخل على الخرائط فيظهر لنا الموقع، ظهر هذا الموقع، هذا الموقع إذا حبينا نبين يظهر. آسف نرجع مرة ثانية، النت ضعيف شوية. ظهر الموقع مجمع ساكنين شركة دلة، ظهر من الموقع. أيضا الشريفية مثلا يظهر لنا موقع آخر، هذه إحداثيات ندخلها هنا هذا الموقع. ظهر البيانات، ننتظر شوي بس النت ضعيف شوية معلش. ظهرت، ظهر الموقع. ايضا رقم واحد المجمع، ظهر الموقع مجمع سكني مثلا شركة دلة، ظهر. ايضا مخطط الامير مثلا ايضا ظهر هنا. لاننا محددين هنا هذه احداثيات الموقع هنا. نحدد الموقع هنا، هذه احداثيات بس النت شوي ضعيف معلش. اعطانا الحمدانية، كنت محدد انا الموقع. هذا بخصوص العروض العقارية. جديد، ندخل رقم العقار، اي رقم افتراضي نضعه، اي رقم للعقار نضع اسم العقار، نوع العقار، الوحدات، المساحة كما هو موضح هنا، عمر العقار، قيمة مطلوبة الايجار، رقم الجوال. إذا حبينا نحذف نحذف من هنا، نحدد العرض الذي نريد حذفه، يعني ما عرض ما نبغاه خلاص انتهى، نحذفه من هنا. أيضا كشف العروض العقارية، المعاينة والطباعة والفترة، إذا حبيت تحدد الفترة تطبع. أيضا المصروفات، هذه المصروفات غاز بنزين كهرباء، إذا حبينا نسوي مصروف جديد، وأيضا خاصية البحث. المستخدمين، إذا حبينا نضيف مستخدمين بالنسبة لمثلا مثلا خالد عنده صلاحيات كاملة على الدخول على الأيقونات البائع والمشتري، مثلا ميرال عندها مسموح لها أو عندها الدخول على العقد، وليف مثلا مسموح لها على الدخول على العقد سنة قبض سنة صرف. فلو مثلا دخلنا من جديد مثلا ندخل ميرال، لو دخلنا على بايع ما لها صلاحية، ما في صلاحية للدخول، لها صلاحية الدخول العقد فقط. أيضا وريف، مثلا وريف لها صلاحية دخول سند الصرف، سند القبض قبل زي ما شفنا قبل شوي، لكن الايقونات الباقي الصندوق مستخدمين ما لك. يفضل تعديل كلمة السر يكون فيه صلاحية. ايضا تقرير المستخدمين،
تقرير المستخدمين، ندخل على تقرير المستخدمين. تقرير المستخدمين هو يعطيك مستخدمين الاسم الكامل واسم المستخدم واخر دخول له اذا حبيت تطبعه والمعاينة. وبنزل نسخة من البرنامج في صندوق الوصف، وان شاء الله اني وفقت في هذا العرض. وتعليقاتكم، واذا في تعديل، في اضافة، في استفسار، انا جاهز. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. شكرا.